السلام عليكم خوتي، معكم عرفة في فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم خوتي فيديو جديد، اليوم نعمل لكم فيديو على حد صغيرنا هيجان خوتي، يعني نصور لكم خوتي الناس اللي تعجبها، يعني تسمى اللايك وتبارطاج معنا الفيديو، الناس اللي جديده في قناتي يعني يعني تابونا و يعني تضغط لك البوطونه الحمراء وتفعل الجرس ويوصل الجديد. شكرا خوتي على الناس اللي كتدعمنا وكتقولنا كمل. ها هو نصور لكم ديك الذاكرة خوتي، اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم بارك. المهم هذا هو الذاكرة اخوتي، يعني اللي عجبو يبارطاجي معنا ويعمل لايك اخوتي، وخلي لي كومونتير في حق هذا الذاكرة هذا. بقاو معنا اخوتي نجاوبو اخواننا بعض الاسئلة. دوكم الاسئلة اخوتي. السؤال الاول، واحد صديق قال لي انا عندي جوج دوياجور تطلب باش يجوجو، شنو ندير ليهم؟
فواياجور اخو اخا يعني تعطلوا بيجوجو يعني خصك ضروري تعمل معهم طرق، حيت فواياجور صعيب باش يعني تزوجو، تحاول تفرقو، تحاول يعني تخلي لهم وقت فين يجوجو، حيت الفواياجور ما كيزوجوش دغيا. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا عندي واحد الانثى ديال السيفيان ما كتبغيش تقرق على البيض، يعني حنا كنا نقولوا تحضر على البيض، يعني انا عندك شي يعني عندك الانثى ما كتبغيش تحضر على البيض راه عندها مشكل، حيت الانثى ما كتعرفش تحضر على البيض، كتنزل البيضات وما كتحضرش عليهم، عكس الذكر يعني كيحضن، يعني المشكل في الانثى، يعني الانثى اللي فيها مشكل ما كتعرفش يتحضن، يعني مي طلعت ديك الانثى طلعت سيدة ما كتعرفش يتحضن، كاين بزاف الحوايج، كاين الذكر كيطلع ما كيعرفش كيفاش يطلع فوق الانثى باش تجيب البيض، يعني بزاف الحوايج كيكونوا يعني الحمام كيطلعوا عندهم نقص ما كيعرفوش من داكشي. يعني من الانثى وقع بنفس الشيء ما كتبغيش تحضر على البيض. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا عندي الذكر ديال الحمام النفاخ دائما كيبقى ياكل بزاف كيتراهاش كتولد الكركوره، شنو نعمل؟ يعني الحل اللي يعني ما يبقاش يوقع في المشكل الذكر هي تبقى طيب ماكله دائما ما تخطاهش، والماء هادو اساسيات يعني تخليهم له، ودائما تكون عندهم ماكله واحد المقدار تكون كطيه له ديما باش يعني الذكر كيسانس على واحد التوازن ديال الماكله، ما يقدرش ياكل بزاف وما يقدرش ياكل شويه، يعني كيبقى ديك الماكله ديالو محدوده حيت دائما الماكله كتكون قدامه، النهار اللي كتزولو الماكله وكيجوع كياكل بزاف، هادي هما الاسباب اللي كتخلي الذكر يتراهش. السؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا عندي الذكر ديال الحمام النفاخ يعني كارتيتان يعني عنده 5 شهور، واش نقدر نزوجو الذكر باش تقدر تزوجو؟ تسكي كمل 7 شهور كامله عادك تقدر تزوجو باش كيكون كمل في الوجد ديالو ويقدر يديك بيضات مزيانين وعمري. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي ما هين كتشري الوكالات اللي عاملهم نتينا؟ يعني الوكالات انا في مدينة طنجة، يعني معروف الوكالات كيتباعو في كاسابارطة، يعني الا كنتي زينا شي مدينة اخرى كتسقسي على البلاصة اللي كتباع يعني ماكلة الحمام ويعني لي زيكسسوارات ديال الحمام يعني كتجبرهم عندهم، يعني في بلاصة يعني كل واحد على حسب المدينة ديالو. واحد صديق قال لي باش نعرف ان الحمام النفاخ جوج باللنسة، يعني مي كيكون الحمام النفاخ بتعرفو ولا اي حمام كتعرفو جوج بالحمام النفاخ؟ اولا ما كيبقاش يضرب الذكر، ما كيبقاش يضرب اللنسة، كيكونو تسنسو ما عرفتيش، ما كيبقاش يقصا الا في حالة فوقاش كيقصا هي مي كتكون فيها بيضة كيبقى تابعة كيبقى يضربها، هذه هي الحالة اللي كيبقى يضربها. اما لكن الذكر كيضرب الحمامه يعني ان شاء الله عملتوهم بقاو كيضربوا بعضهم يكونوا باقيين عاد كيحاول يسانس الحمام معاه والحمامات تسانس معاه. يعني باش كتعرفهم كاينه اولا ما كيبقاش يضربها، ثانيا كيكون واحد التقابل بيناتهم، لا انت كتبقى تجي عنده الذكر كيجي عندها، هادو باين. وتمي كتهز مي كتهز الحمامه كتخبع له كيبقى يقرقر ويبقاش عليها، لاحظتوا هاد العمليه هادي اخوتي؟ يعني هادشي هذا كامل باش كتعرفوا الحمام راه زوج مأكد منه، باش شنو كيعمل مي نزله له يمشي عندها اوتوماتيك يمشي عند اللنسه ديالو كتعرفوا راه مجوج بيها، شوف حتى هي يعني كتبقى تنفخ وتبقى تدور قدامه. او كذلك ملي كتزول الذكر لان كتبقى وحده، شوف كتبقى تبقاش، هاي شوف اختي كتبقى تبقاش على الذكر، شوف ملي نزلوا لها عاوتاني الذكر شنو هي تبقى تعمل.
شو اخوتي كيشي تبقى تما مني اللهم بارك. المهم يعني هاد الطرق بساط مي كتعرف الحمام النفاخي راه جوج او اي حمام كتعرف بهاد الطرق هادي راه جوج. المهم اخوتي ما نطولش عليكم الاسئله باش ما يجيش فيديو طويل بزاف، بزاف الاخوان قالوا لي ما تبقاش تطول الفيديو بزاف باش ما كيجيش ممل. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، اللي عجبو هذا الفيديو هذا يعني بارطاجي معنا وتابونا، الناس اللي جديده في قناه تابونا ضغط لهذيك البوطونه الحمراء وتفعل الجرس باش يوصل للجديد. شكرا اخوتي على الدعم ديالكم، بس فيديو اللي ما يجي ان شاء الله.